ورطة زيدان في باريس والسبب أشرف حكيمي. علاقة زيدان بحكيمي دي اللي هنعرفه من خلال هذه الحلقة، ودي اللي حضرتك هتعرفه لو تابعت معانا الحلقة حتى نهايتها. وأتمنى لايك للفيديو واشتراك في القناة، أرجوك فعل زر الجرس علشان الإشعارات تصلك تماما فورا فور تنزيل أي حلقة جديدة لينا. كذلك كنت يصدم العالم بتصريح ناري وأسطوري عن أشرف حكيمي. يا سادة يا كرام، يلا بينا نخش إلى التفاصيل. بنسبة 100% أصبح بوتشينو خارج باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم، والبديل أيضا بنسبة 100% هو زين الدين زيدان لتعويض بوتشينو في طبعا تدريب باريس سان جيرمان. أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن زيدان قريب جدا 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 من تدريب باريس سان جيرمان خلفا لبوتشينو بعد منافسة قوية مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. وأكدت أيضا صحيفة ليكيب بأن أول العقبات اللي هتواجه زيدان في تدريبه في باريس سان جيرمان هو محاولة إقناع أشرف حكيمي بالبقاء، لأن أشرف حكيمي اتخذ قرار نهائي نهائي بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان. فبالتالي موضوع زيدان بإقناع حكيمي مش هيكون سهل بالبقاء، وهيبقى زيدان في ورطة لو حكيمي رحل عن فريق باريس سان جيرمان. هنشوف هل قدوم زيدان يخلي حكيمي يفضل في باريس ولا ايه. اما انطونيو كونتي فهز العالم وصدم الملايين بتصريح ناري واسطوره عن اشرف حكيمي، واكد بان اشرف حكيمي مظلوم في باريس سان جيرمان عليه الرحيل، وفضل كونتي ذهاب حكيمي الى ريال مدريد الفريق الاسباني الكبير.